وهذا سائل يقول: علي نذر صيام يوم وإفطار يوم العمرة كله، ولم أستطع إكماله، ولقد هممت بتركه، وقد نصحني بعض الإخوان بسؤال أهل العلم، أفيدونا مأجورين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد نهى عن النذر لما يترتب عليه من الإحراج، والإنسان في سعة يعمل الطاعة إذا تيسر، وإذا لم يتيسر يصير ما عليه حرج، لكن إذا نذر يلزمه الفعل، وهذا الذي حصل من هذا السائل، فهو لو لم ينذر من الأول لسلم من هذا الضيق، فلما نذر أنه يصوم يوم ويفطر يوم يلزمه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وصوم يوم وفطر يوم هذا هو أفضل الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فيلزم هذا السائل أنه يصوم يوم ويفطر يوم طول عمره إلى الموت، لأنه هو اللي ضيق على نفسه. نعم.